وهي ساكنة فيه تبقى فيه إذا كان صالحا إذا أمكن. أما إذا كان ما أمكن واستأجر وأبى أهله أو هرب أو ما عندها أحد يؤنسها تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهلها أو إلى ما شاءت. لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فهذا هو الواجب لهذا الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمكثي في بيتك حتى يبلغك زوجها حتى تنتهي العدة. الأمر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها من المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب، لا الطيب المحادث إلا عند غسلها من الحيض تأخذ شيئا من قصة والظهر من البخور يعني. لا بأس عند طهورها من الحيض أن يكون طيب بالعود لأي وقت أو بالعود أو بالورد أو لا أو بالعنبر، لا تجتنب الطيب حتى تنتهي إلا عند طهورها من الحيض. لا بأس أن تتعرض شيئا من البخور كالقصة والأظهار أو نحو من البخور الذي يزيل رائحة الدم وما يترتب على نفسه. الثالث الرابع مرة ثلاثة لزوم البيت اجتناب ما يجمل وجهها ويرغب الناس فيها من الكحل ومساحيق الوجه. الثالث الطيب اجتناب الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة المصبوغة التي تلفت النظر إليها تجملها عند الناس وترغب في خطبتها والنظر إليها تجتنبها. تلبس الثياب غير جميلة، إما أسود وهو جميل أو أزرق وهو جميل أو أخضر وهو جميل أو أحمر وهو جميل، يعني الملابس الجميلة تجتنبها. ولا يخلص بالسواد، مو لزوم السواد، أسود أو أزرق أو أخضر أو أحمر أو أصفر، لكن يكون ملابس به جميلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر، لأن ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب صبغه مو جميل، بخلاف الثياب المصبوغة التي صبغها جميل هذا تجتنبه الحاد. والخامس الحلي بأنواعها من قلائد أو خواتم أو أسمرة أو غير ذلك من الحلي، تجتنب الحلي ولا تلبس الحلي. هذه خمسة أمور تجتنبها الحاد، هذا اللي جاءت به الأحاديث خمسة. أما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا تكلم التلفون ولا تكلم أحد، هذا ما لها كلم ما جاءت مثل حال حياتك، كلم ما جاءت من غير ريبة. كذلك وأن تعمل في بيتها في حاجات بيتها، تحلب بقرتها وغنمها، تكرس بيتها، تطبخ طعامها، تمشي في القمر في الليل في السطوح في فرحها في بخشتها القمر، لا بأس بها، كل هذا لا بأس به. تخرج الحاجة في النهار، تخرج تأتي بخبزها حاجاتها، إذا كان ما هناك من يكفيها المؤونة تحتاج إلى الطبيب تخرج إلى الطبيب في النهار إذا تيسر، في النهار إذا تيسر ذلك وأمكن، لأن هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاه الله خيرا، وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.